امسيه طيبه للجميع مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا اللقاء سينخفض الضغط الجوي بدايه من صبيحه الغد على المناطق الشماليه فعليه اضطراب جوي سيلتحق بدايه من الواجهه الغربيه اذا امطار على شكل زخات ستزداد غزاره ان شاء الله خلال الامسيه لتلتحق ان شاء الله خلال الليل على المناطق الوسطى لكن خلال الصباح الباكر نسبه رطوبه عاليه خلال صبيحه الغد خاصه الواجهه الوسطى وكذلك الشرقيه امطار ستلتحق كذلك على منطقه الصوره وشمال الصحراء وتكون تحت وقع رعود هبوب رياح قوية ستعمل على تطاير الرمال على كل من الصحراء الوسطى أقصى الجنوب كذلك مناطق الجنوب الشرقي سبع درجات خلال هذه الليلة على الجلفة 11 درجة على العاصمة 12 درجة على ولاية تيندوف 15 درجة على التامن راسات 17 درجة كان المقياس على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستنخفض على الواجهة الغربية مع القدوم الاضطراب الجوي لكن ترتفع على الوجهة الشرقية إذا درجات حرارة تفوق المعدل الشهري 28 درجة على السواحل تنخفض لغاية 14 درجة على تلمسان 19 درجة على العاصمة 15 درجة على ولاية بشار ترتفع كان المقياس إلى غاية درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد يبقى قليل الاضطراب تقريبا على طول الشريط الساحلي رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة